مشاهدينا الكرام، الزعيم الجيش الملكي يعدل النتيجة في الدقيقة 72، هنا ركنية تنفذ وعمر الجراري بتسديدة قوية أسكنها شباك حارس أنس الزنيتي في الدقيقة 72، هنا الإعادة، هنا التسديد، هدف رائع ولا أجمل، قد يكون من بين أحسن الأهداف في مسابقة كأس العرش هذا الموسم. إليكم الإعادة والتسديدة قوية وبعيدة جدا، يتمكن عمر الجراري من تسجيل هدف التعادل للزعيم الجيش الملكي هنا في المباراة التي تجرى هنا على مركب مولاي عبد الله بالرباط في مسابقة كأس العرش. مشاهدينا الكرام، من سيتمكن هذه الليلة من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي المسابقة؟ هذا ما سنتابعه في الدقائق القادمة، هل الزعيم الجيش الملكي أم الأخضر الرجاء؟ إذا كلاسيكو الليلة سننتظر لمن ستكون الغلبة. مشاهدينا الكرام،